طيب الاول معايا تليفون مهم، وبعد كده هاجي اقول لكم على الاسماء المرشحه للرحيل من نادي بيراميدز. معايا عبر الهاتف الاسم الكبير في تاريخ منتخبنا الوطني، الكابتن الكبير كابتن نادر السيد. كابتن نادر صباح الفل، مشرف ومنور. كابتن كريم صباح الفل، اهلا بيك، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله امورك كويسه؟ كله تمام الحمد لله. الاول مباراه طيبين وجميع كانت بخير يا رب. قبل ما اسالك على فيكتوريا، مباراه كره اليد النهارده كانت حلوه؟ مصر والمغرب. قفشناك بالكاميرات، شفناك وانت موجود. الحقيقه يعني انا واحد من المصريين، وواحد كمان بفتخر ان انا من منظومه او من اسره الرياضه المصريه، ان احنا عندنا منتخب رائع كده ولاعيبه الحقيقه رائعين زي منتخب الهاندبول. وبعدين خد بالك يعني انا دايما ما بحبش المقارنات، وانا قلت الكلام ده. كره اليد احنا كلنا تحت مظله بلدنا يعني، وكل واحد بيخدم بلده من خلال مجاله، ما دكتور مهندس ضابط اعلامي زيك، انا لاعب سابق وهكذا، لاعب هاند بول. فالحقيقه بعض الناس بتدخل الموضوع بقى في مقارنات، وازاي ازاي الكوره وازاي الهاندبول وازاي كذا وزي. كلنا بنحب بلدنا وكلنا بنخدم بلدنا، وانا الحقيقه واحد مصري يعني، اخذت ولادي واخذت مراتي ورحنا اتفرجنا على الماتش وسلمت على اللعيبه وكلهم صحابنا، وكلنا بجد بجد احنا فخورين بيهم جدا، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويحققوا البطوله. طيب انا ما رضيتش اقطعك، بس كابتن نادر ما هو بطبيعه الحال عشان احنا بنحب الرياضه وكلنا منتمين للرياضه المصريه، طبيعي نموذج ناجح زي كره اليد نبقى كلنا غيرين منه وعايزين نبقى كلنا زيه، كره القدم والباسكت وكل الرياضات. انت شايف ايه الفرق؟ يعني ايه الفرق بين كره اليد او منظومه كره اليد؟ سيبك من اللعبه نفسها، المنظومه ليه هنا ناجحه جدا وساعات بيبقى في بعض الخلل في منظومتنا في كره القدم تحديدا؟ وانا بقول منظومتنا عشان هي اللعبه الشعبيه اللي بنتكلم عنها دايما، كره القدم. هو سواء رضينا او ما رضيناش، كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم. صحيح صحيح. فخلاص يعني خلاص نتكلم فيما بعد بقى النقطه دي. اللهم الا يمكن في دول زي امريكا وحاجات من دي كده كده، وكندا كده كده، هم ما بداوش اللعبه الشعبيه الاولى بتاعتهم هي كره القدم. انما اللعبه الشعبيه الاولى عندهم كره السله، بس انا بتكلم على باقي دول العالم، هي هو كره القدم اللعبه الشعبيه الاولى. ما فيش شك ان منظومه كره اليد، اولا الدكتور حسن مصطفى من التسعينات لما حط شروطه، كانت شروط صارمه جدا، بس الكلام ده كان قبل بقى ما تدخل بقى امور الاحترافيه والاحتراف وهكذا وهكذا، وعمل جيل عظيم جدا في التسعينات. وبعد كده استمرت منظومه اليد على النظام اللي حطه الدكتور حسن مصطفى، مع طبعا مع احترام الكامل بعديها بعد كده كابتن لبيب وغيره وغيره الحقيقه. وبعدين في نفس الوقت كمان توارث الاجيال، يعني انت عندك جيل بيسلم جيل، يعني احنا لو احنا فاكرين الجيل بتاع احمد عطار واشرف عبد الوارث، يعني مش عايز انسى اسماء الحقيقه، بس كلهم، واحمد بلال وحسام غريب، كلهم لعيبه، ايمن صلاح، كلهم لعيبه الحقيقه لعيبه عظام جدا جدا. وبعد كده مرورا بقى بكل الاجيال دي، وبعد كده دلوقتي موجود احمد الاحمر وعلي زين وغيره وغيره ويحيى خالد، كل اللعيبه دي بيسلموا اجيال تانية وراهم. فده الفرق الوحيد. وبعدين في نفس الوقت كمان انت بيجي المدرب بيعمل جيل مع الناحيه التنافسيه، مع الناحيه التنافسيه بيعمل جيل معاه كمان. صحيح كلامي؟ صحيح. يعني انا اعتقد ان المشاكل بتاعت كره القدم ان بقى فيها احنا مش قادرين يعني المنظومه غير محترفه، وفيها كمان موارد ماليه كبيره جدا، ويعني الموضوع ده محتاج حلقات وحلقات. صح. نتكلم فيها يعني طبعا. نتكلم فيها اكثر، بس انا قصدي على منظومه الكوره، البنيه التحتيه اللهم الا فقط ملاعب الاستادات هي اللي كويسه. صح. ملاعب التدريب سيئه جدا. ما فيش ملاعب تدريب على الشكل العادي. لا وفي زي ما اتكلمنا قبل كده كابتن نادر، وممكن نفتح لها مجال في حلقات اخرى، يعني قطاعات الناشئين وخلافه. عندك بلاش اتكلم على كل الكلام ده، انت عندك مصيبه بتحصل في قطاعات الناشئين دلوقتي. زمان على ايامنا، انا بتكلم على ايامي انا، من نهايه الثمانينات من بدايه التسعينات، كان اللاعب الموهوب الناس بتدور عليه. دلوقتي اللاعب الموهوب اللي معهوش فلوس مش هيلعب، لانك انت في الاخر في انديه دلوقتي بقت بيقال عليها، وارجو انك انت تاخد الموضوع ده، وانا عارف انك انت ما شاء الله مؤثر جدا، ان دلوقتي ان اللاعب اللي ما يدفعش فلوس عشان يتقيد في نادي ما بيلعبش، وبيسموها تحت مسمى الاستثمار. يعني انا مش فاهم يعني ايه استثمار. فهي النقطه، الاستثمار هو ان انا اجيب لاعب اطوره واصرف عليه واعلمه واكله واشربه وبعد كده ابيعه، هو ده الاستثمار. انما ايه فكره الاستثمار؟ ان انا اخد
قطاع ناشئين او في قطاع ناشئين في انديه، وفي انديه بدون ذكر الاسماء معروفه ان بيتايد اللاعب بفلوس. انت عارف زي كابتن زي ما انت قلت هي كارثه بكل المقاييس، وانا اسف يعني ديك افق مش طبيعي. لو انت بتستثمر وبتسمي ده استثمار عشان تكسب شويه فلوس، فانت عندك كارثه ان انت لو زي ما حضرتك قلت لو انت طلعت لاعب كويس هتكسب منه اكتر بكتير من اللي هتكسبه بشويه كلام فارغ لو انت ايدت لاعب بشويه فلوس. هو المشكله عارف المشكله ان الكارثه ليها اطراف. الكارثه مش طرفها بس النادي، انما الكارثه مشترك فيها اولياء الامور اللي هم عايزين يلعبوا اولادهم بالعافيه. فمعتقد ان هو هيدفع النهارده وهياخد بكره، وده اصلا يعني انا دايما هو بيضحك عليه يعني للاسف الشديد. فهي كارثه مشترك فيها اولياء الامور، مشترك فيها الولاد. معتقد ان هو لما يدفع لابنه النهارده 10 او 20 او 30 الف جنيه يقول لك بس ادفع له بس بعد كده هياخد. هو الموضوع مش كده ابدا. يعني طبعا ما كانش طلع لعيبه كتير جدا جايين من الارياف وجايين من الصعيد وجايين من هنا وجايين من هنا، ما كانش اصلا عندهم القدره الماليه يعني. فموضوع كبير. كابتن نادر، عايز اسالك على روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، رايك في الاختيار ورايك ايه كمان تحديدا عشان اتكلمت في الامور في الامر ده كتير النهارده، التعاقد 4 سنوات؟ والله بص يعني التعاقد 4 سنوات طبعا ده شيء جيد يعني، وفيها استقرار وفي نفس الوقت يعمل يقدر يبني جيل كويس. والاهم ان احنا لازم نكون عارفين ان التعاقد 4 سنين، وانا كنت مؤيد جدا فكره كيروش ان هو يكمل ويتعاقد مع الاتحاد 4 سنين. لان هل هو فيتوريا، خد بالك يا كابتن كريم، التعاقد 4 سنين مع مش مع مدرب، هو المانجر هو اللي بيتعاقد مع 4 سنين. يعني ايه مانجر؟ في نوعيات من المدربين، يا اما كوتش بيجيب لعيبه وبعد كده بيكسب ويجيب اللعيبه الجاهزه، وفي مانجر بيعمل اجيال وبيعمل كيل وبيعمل احلال وتجديد في الفريق. صح. فكان كيروش عنده نفس الـ يعني كان هم اتنين مدربين في تاريخ في التاريخ اللي هو الحديث او اللي انا لعبت فيه، هو كابتن جوهر الله يرحمه وكيروش. مرورا بقى بكل المدربين اللي مسكوا منتخب مصر من 90 لغايه 2022، هم كلهم طبعا مدربين عظام جدا، كابتن حسن شحاته، بس هو كوتش. هو بيجيب اللاعب الجاهز ويلعب بيه وبعد كده يكسب بيه وخلاص، انما ما بيعملش جيل وما بيعملش اجيال متعاقبه يعني، او ما بيكتشفش لعيبه جديد. فهل فيتوريا كوتش ولا مانجر؟ هي دي نقطة، نقطة مهمة جدا. والنقطة الثانية ان الاربع سنين دول مطلوب ان انا ما بقولش ان انا لازم اكسب بطولة افريقيا واكسب كل بطولة ادخل فيها وهكذا، انما ان انا اكون قريب. فلازم السنين تكون مرتبطة بتحقيق حاجات معينة، تحقيق اهداف، تحقيق اهداف مش بس مجرد بطولات او وصول لبطولات، تحقيق اهداف. لا طبعا تحقيق اهداف. صحيح. تحقيق اهداف. صحيح. اولا مش معقوله مثلا ان احنا ما نوصلش بطوله افريقيا ونقول لك ده مش مسؤوليه فيتوريا. طبعا مستحيل. طبعا. طب ان انا اوصل بطوله افريقيا واخرج بطوله تمهيدي، طب سو ايه؟ او ان انا مثلا في تصفيات كاس عالم ان انا ما اوصلش كاس عالم، طب ايه؟ يعني ايه بالظبط؟ فهو لازم التعاقد يكون مرتبط. وبعدين فكره، على فكره يعني فكره الشرط الجزائي، الشرط الجزائي بالعكس ده ما فيهوش استقرار للاتحاد. أيوة. مش المدرب على أيوة فكره. صح. فاهمني؟ لان 3 شهور بالنسبه للمدرب كبير، بالعكس هو ممكن يكون 3 شهور على الاتحاد وسنه على فيتوريا. نقطه مهمه. ما ينفعش يكون شرط، ما ينفعش يكون الشرط الجزائي على الاتحاد والفيتوريا يعني. صحيح. انا ما اعرفش تفاصيل العقد. صحيح. بس انا بتكلم ان هو 3 شهور. 3 شهور يعني 600,000 دولار يعني ولا حاجه. ولا حاجه. لو اي فريق يعني لو اي فريق عايز ياخده او اي نادي عايز ياخده هياخده بسهوله جدا يعني، بسيط جدا. جدا جدا. وبعدين فهو كان لازم ان يتحط شرط جزائي عالي، لانك انت مديله 4 سنين تعاقد، لان هو ممكن في اي وقت يدفع شرط جزائي ويمشي. وفي نفس الوقت كمان الشروط الجزائيه تكون مرتبطه بتحقيق نتائج او بتحقيق اهداف معينه يعني. صحيح. رأيي. صحيح. كابتن الكبير كابتن نادر السيد نجم منتخبنا الوطني الأسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.